المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عامين باش الفاتورة نتاع الماء والكهرباء تبقى مستقرة وما تزادش ب 200% كيف بعض الدول من بينها هذيك اللي غنضموا معها كأس العالم. سعاد المليار في سنتين، وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله قد تكون عندنا الفرصة لمناقشة المرسوم اللي غيجيب 4 مليار إضافية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حفاظا أو إقرارا من الحكومة على أن الإتمام تاع الكهرباء لن تعرف أي تغيير في المستقبل، وبالتالي الحكومة خصها تضخ 4 مليار إضافية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.